الرفيقات العزيزات، الرفاق الأعزاء، مرحبا بكم جميعا في هذا الملتقى الإعلامي الذي ينظمه حزب تقدم الاشتراكية وديوان السياسي لحزب تقدم الاشتراكية للإعلان رسميا عن التحضيرات الجارية للمؤتمر الوطني التاسع لحزبنا الذي كما هو في علمكم من دون شك سينعقد يومي 30 و 31 مايو ويوم فاتح يونيو جمعة سبت وأحد ببوزنيقة بمركب مولاي رشيد بمركب الشباب ببوزنيقة. ومن الصدف أن هذا المؤتمر ينعقد يوم بيوم 4 سنوات بالضبط بعد انعقاد المؤتمر الوطني الثامن لحزبنا. وأريد على هذا المستوى أن أعرض عليكم الملامح العامة لانعقاد هذا المؤتمر والظروف التي ينعقد فيها وكيف تم التحضير له على مستوى داخلي، أي من داخل هياكل حزب تقدم الاشتراكية، علما أننا سنخرج مباشرة بعد هذه الندوة الصحفية إلى مرحلة منفتحة أكثر، إلى مرحلة ستتسم بعدد من الخرجات سواء المرتبطة بلقاءات مفتوحة للعموم حول مواضيع مختلفة أو من خلال اجتماعات تنظيمية نظامية لحزبنا من خلال انعقاد المؤتمرات الإقليمية لفروعنا المختلفة عبر التراب الوطني أو من خلال انعقاد كذلك الجموع العامة لمختلف القطاعات السوسيومهنية.